هذا غيره؟ حربي 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 درفيز. تبع تبع حربي. نفذ ها؟ نفذ نفذ. في حدا يا شباب؟ لليوم الثالث على التوالي يتم استهداف احياء حلب المحرره بجميع انواع الاسلحه. الان تاريخ 17/11/2016 تم استهداف احياء حلب القديمه بصواريخ حربيه روسيه. ما ادى الى دمار كبير في البنيه التحتيه ويوجد شهداء وجرحى. اليوم شهداء حلب لحتى الان لحتى اللحظه تقريبا الساعه 7 ظهرا تقريبا 30 شهيد وعشرات من اعداد الجرحى.